صباح الخير، كل سنة طيبين وعيد مبارك على الجميع. طبعا النهارده 2 مايو اول يوم العيد هنا في مصر، فان شاء الله ده الساعه 4 الصبح، فرايح اصلي صلاه العيد يعني كمان ساعه، وبعد كده اروح اقابل اهلي ونفطر سوا النهارده. على فكره النهارده اخر يوم ليا في مصر، وان شاء الله نسافر بكره راجع على اليابان، فعايز اقضي اليوم كله مع اهلي. والحاجة برضو التانية، ولاد أختي ولاد أخويا مستنيين العيدية، فمجهز لهم، أنا أعمل لهم مفاجأة كده بسيطة، دي فلوس يورو ودولارات، فعايز أديهم العيدية النهاردة كده الفلوس ديت، وأشوف رد فعلهم عامل إزاي. فدلوقتي هنزل أصلي، وبعد كده نطلع على مكان هنفطر فيه، وأوريكم حتى الفطار في العيد الصغير بيبقى عامل إزاي هنا في مصر. فيلا بينا أول على الجامعة، عايز أوريكم الصلاة في الجامعة عاملة إزاي، وبعد كده اوريكم اليوم ماشي ازاي. انتظروا، كل عام وانتم بخير. هي دي اجواء العيد في طبعا قافلين الشارع علشان الصلاة، الشارع مقفول عشان الصلاة. أنا دلوقتي رايح على المكان اللي احنا هنتجمع فيه مع أهلي علشان نروح نفطر وديهم العيدية، فيلا بينا على هناك. Too many young guys. هو ده الفطار في العيد. أول يوم الصبح نفطر كعك وبسكوت. هيطلع في السوشيال ميديا. وبسكوت. ودي الكعك. وإحنا هنا في نادي الشمس. بس لسه مش حد جاي. سنة وأنت طيبة. حبيبتي هو أنا رحت فين؟ كان عندي جول. نجرب الكعك بقى. على فكرة الدنيا المحل هو الرقم بتاعه بتاع العائلات، عشان تشوفوا فكرة لا لسه. لسه يا بابا.
خدي يا عم عمر. ده امريكي؟ لا ده يورو. اوروبا. دولت بحوالي 200 جنيه. دول العادية بتاعتك. ماشي مبسوط؟ هتعمل بيهم ايه؟ لسه مش عارف؟ ماشي يلا. سون طيب. بس خد دي. ده. دي. اه دي. لا مش امريكي دي. 20 جنيه لا مش 20 جنيه دي 200 جنيه حلوة؟ ها؟ ولا هاني كده؟ ها؟ بومب العيد يا بس صغيرة كده كان زمان أكبر من كده ده عشان أنا جبت 30 وجبت بـ10 وريني استنى نجم استنى نجم ونشوف لا إيه أنا عايز أقبل العربية السودة دي وريني نجم هنا؟ العربية البيضة والعربية السودة اه بخير ليولي ما فينا عربيه تحت اصلا طب استنى اشوف في ناس ولا لا عشان خدتش برضه انا خايف ما تخافش جمد قلبك جمد قلبك بقول لك تعالى خد يلا نعم لسه في حد معدي عليا وده هنعمل بومب يجيب شنكرش يلا نعم في ناس معدي ابوي ما عبدو المنش تعال يا عم هيفرقع الصاروخ دلوقتي ورينا الصواريخ عم بفرقع بوب واو